السلام عليكم. هل تساءلت عن دين المشاة في يوم ما؟ إذا تم تهجين حمار وخنزير، متى يكون اسم المولود الجديد؟ ها؟ وهل يمكن بالفعل تزاوج حمار مع خنزير؟ إذا كان الأمر كذلك، فقبل أن نبدأ ندعوك بالاشتراك معنا حتى تتواصل بكل ما هو جديد. الحمار من الحيوانات الأليفة وحيدة الحال، وينتمي هذا الحيوان إلى عائلة الخيليات، أما الخنزير من عائلة تسمى الخنزريات. ولكن إذا تم تهجين حمار وخنزير، ما اسم صغيرهم؟ من الممكن أن يكون اسم الصغير حمزي أو خناري، ولكن يمتاز هذا التهجين بخصائص تجمع ما بين الحمار والخنزير، ويعتبر هذا التهجين غير مستحب في معظم المجتمعات، لأنه يؤدي إلى إنتاج حيوان لا يتمتع بخصائص أي من الأصناف الأصلية بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون له آثار سلبية. لذلك فإن معظم الدول والمجتمعات تحظر هذا النوع من التهجين، وتحظر أيضا الإنتاج العشوائي للحيوانات. وهل يمكن بالفعل تزاوج حمار وخنزير؟ بالطبع لا يمكن للحمار والخنزير أن يتزاوجوا مع بعضهن البعض بسبب الاختلافات البيولوجية الكبيرة بينهما. فعلى سبيل المثال، أن جهاز تناسل الحمار يختلف عن جهاز تناسل الخنزير، ولا يمكن للحمار والخنزير أن يتزاوجوا بشكل طبيعي. وحتى إذا تمكنوا من هذا التزاوج، فإن التزاوج ما بين الحمار والخنزير لن يؤدي إلى إنجاب تهجين من الطرفين، لأن الحيوانان لديهم عدد كبير من الخصائص الوراثية المختلفة، وهذا يعني أن الجينات التي يورثوها كل منهم ستتعارض بشكل كبير، مما يمنع إنجاب أي تهجين بينهم. لذلك إنه ليس ممكنا للحمار والخنزير أن يتزاوجوا. ومن هنا قد نكون وصلنا إلى النهاية. نترككم بخير وإلى اللقاء.